بارك البرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور. فرجاني ساسي، يعني الدوري السنة دي صعب جدا، الزمالك ماشي بخطوات ثابتة، شايف الدوري صعب السنة دي، المنافسة صعبة؟ أكيد الدوري صعب، الحمد لله احنا يعني السنة دي موفقين وعندنا فترة ترتيبنا الأول، لكن لسه ما عملناش حاجة، لسه ماتشات كثيرة مستنينا وحيكون الماتشات كلهم صعبه. وبالنسبه احنا كل ماتش هنلعبه زي ماتش كاس، كل ماتش هنحاول نكسب وكل ماتش عايزين 3 نقاط، وزي ما قلت لك مفيش حاجه سهله، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا نكون مجموعه واحده كلنا مع بعض نفس الهدف، وان شاء الله زي ما قلت كل لسه بدري بس عندنا هدف ان شاء الله، هو الهدف جانا نكسب كل الماتشات. يمكن اصعب مباراه لعبتها حتى الان، يعني شايف المنافسه كانت مباراه، يمكن استمتعنا كلنا بمباراه بيراميدز، هل انت شايف ان فعلا مباراه بيراميدز كانت اقوى مباراه لعبها الزمالك؟ انا شايف مباراه بيراميدز كانت افضل مباراه، يعني اكثر مباراه استمتاع للجماهير، حتى احنا كلعيبه يعني كان فيها اكثر استهداف، فشويه يعني كنا نحن ممكن يعني، لكن احنا ما كناش يعني طرد فرق شويه، طرد فرق كثير، في اخطاء شويه من التحكيم، لكن احنا ما يعني خسرنا نقطتين وما كسبناش نقطتين، احنا كل ماتش كنا عايزين نكسب كل الماتشات، وخاصه في الارض بتاعنا مش عايزين نسيب ولا نقطه. ده اكثر ماتش كان يعني فيه متعه، لكن انا يعني الصراحه الدوري المصري يعني دوري قوي، وانا شايف كل الماتشات صعبه الصراحه. بشكر جماهير الزمالك كثير على الدعم بتاعهم، انا شايف كل ماتش، ولا حتى برا الجمهور ما تدخلش كثير الماتش، لكن شايف حتى برا في لما اروح لاي مكان شايف دعم الجماهير، دي حاجه يعني حاجه تفرحني كثير، تديني اكثر معنويات عشان انزل وادي في الملعب، لكن انا يعني بس لما انزل الملعب يعني طقوس معينه يعني قبل الماتش؟ لا لا مفيش حاجة، يعني أنا عندي يعني حاجة هدف بتاعي أنزل الملعب أستمتع، دي كرة قدم مستمتع يعني، الحمد لله المدرب أعطيني الثقة وخليني ألعب زي ما أنا عايز يعني، بس أهم شيء أنا قلت لك زي ما قلت لك بستمتع في الملعب، وأهم يعني مش عايز ألعب لنفسي بس، عايز ألعب للفريق وعايز أمتع الجماهير وأمتع أصحابي، وعايز أهم شيء هو المكسب، يعني مش أنزل يعني عايز أمتع نفسي وألعب بس لنفسي، لكن لا أستمتع بنفس الوقت يعني بساعد أصحابي وأدي الفريق. برنامج الزمالك اليوم ده على شاشه المحور هيدي دفع اكيد، وهيبقى مساند قوي شايف للفريق في الفتره اللي جايه؟ اكيد ده برنامج كويس، وده هيكون ده دفع ودفع معنوي للفريق، ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله احنا نتمنى التوفيق احنا في المسات الجايه، وان شاء الله في اخر الموسم نفرح الجماهير بالبطولات. اكثر لاعب بيهرج في الفريق هو جنش، يعني جنش على اكثر واحد، لكن في نفس الوقت يعني في الماتشات وقبل الماتش يكون جدي كثير، لكن في الفترات يعني اكثر واحد بيهرج جنش صراحه عسل. انا كنت مع حميد حديد في الغرفه، لكن لما وصل خالد ابو طيب هم الاثنين مغاربه خليتهم مع بعض، وانا قاعد انا ومصطفى فتحي. مصطفى حريف دلوقتي يعني مصاب، ان شاء الله يرجع من الاصابه ولاعب كبير وحيقدم نضاف الفريق ان شاء الله. اخر حاجه بقى مسانده مجلس اداره ليكو، الكلمه اللي ممكن توجهها للمستشار مرتضى ومجلس اداره، حابب تقول ايه لمجلس اداره؟ نشكر كثير مجلس اداره وعلى راسهم مرتضى منصور، ونشكر كثير امير مرتضى يعمل في شغل كبير مع الفريق، في دعم كبير يعني مكافئات وكل حاجه، كل حاجه في ميعادها، يعني نشكر لهم كثير، وان شاء الله احنا نكون عند حسن الظن، واكيد بنشكر الجماهير على الدعم بتاعهم، وان شاء الله نحاول كل ماتش نكسب ونفرح.